نتحدث مشاهدين عن هذا الموضوع مع ضيفنا المحامي الدكتور حسين العنقري. دكتور حسين أهلا بك معنا في نشرة النهار. يعني قبل ما ندخل في تفاصيل أحكام الخطبة ويعني المهر وغيرها من الأحكام، ما دلالات اليوم حفظ النظام في تشريعه لأحكام الخطبة وما يختص بها طبعا عبر نظام الأحوال الشخصية الجديد؟ نظام الأحوال الشخصية الجديد نظم هذه العلاقة وأوضح كل حق للخاطب أو المخطوبة، وبين الأمور التي تحدث بينهما كيف يتم الحكم فيها حتى يكون الخاطب أو المخطوبة على علم تام بما له وما عليه. والحياة الزوجية مبنية على المودة والرحمة والتعاطف، وحال حصول الخلاف يكون تدخل نظام الأحوال الشخصية، والأصل فيها هو المودة والرحمة والتعاطف والتنازل عن هذه الحقوق. لكن عند الاختصام أو عند الاستشكال أو عند طلب الحق كاملا فإن جاء النظام بتوضيحها توضيحا مفصلا. طيب يعني لو تشرح لنا دكتور اليوم كيف عرف النظام هذه العلاقة في موضوع الخطبة بين المخطوبين؟ وعرفها النظام بأنه هو طلب الزواج والوعد به. فهي المرحلة الأولية للعلاقة بين الزوجين، وهذه العلاقة علاقة يعني مقدسة وعلاقة معظمة وعلاقة محترمة، ليس في الشريعة الإسلامية فقط بل في جميع الشرائع لها قدسيتها ولها اعتبارها ولها أيضا احترامها وتقديرها. يعني دكتور احنا نتكلم اليوم عن وعد وليس مثلا عقد أو شيء يكتب. لا، العقد يسمى زواجا، العقد يسمى زواجا، ما يسمى يعني بالملكة أو الكتابة، هذا يسمى زواجا. يعني هو في النظام وفي الفقه هو زواج، لكن المقصود الآن هو طلب الزواج والوعد به، عملية الارتياح بين الشريكين في إقامة هذه العلاقة. وطبعا المجتمعات مختلفة في بداية هذه العلاقة، ما بين أنه أحيانا يكون أهل الزوج أو أهل الزوجة، أو يكون أحيانا بشكل مباشر بين الطرفين. كل الناس لهم طرائق في هذا، وأحيانا حتى في الأعراف تختلف احيانا من حاله الى حاله. قد يكون احيانا عن طريق يعني اخرين غير محيط الاسره، وهناك من يمتهن ايضا هذه العلاقه في الربط بين يعني الازواج والزوجات. طيب دكتور حسين، يعني اليوم كما ذكر التقرير هذه الفتره تحمل دائما فتره يعني موده وتبادل للهدايا، فكيف اليوم حفظ النظام هذه الهدية بين المخطوبين، ومتى يسقط الحق عن أحدهما إذا عدل عن أو رجع في الخطبة؟ نرجع إلى ما ذكرنا سابقا، أنه الأصل أنه هذه المودة وهذه الرحمة من مقتضياتها ألا يكون هناك استرداد لأي شيء من هذه القبيل. لكن لو طالب الإنسان بحقه فجاء النظام وقال أنه إذا عدل يعني أحد الطرفين فليس له مما قدم شيئا، لكن إن عدل بسبب من الطرف الآخر فإن له الحق أن يسترد هذا الأمر. وتعتبر يعني ما يعطى خلال فترة الخطبة أنه هدية، وهذه معنى الهدية أنها لا تسترد، لكنها تسترد في حالة واحدة إذا كان العدول من الطرف الآخر أو أو العدول من نفس الطرف ولكن بسبب من الطرف الآخر. طيب يعني لعل هذه هي المادة الرابعة التي حملها النظام، إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها، وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إذا كانت قائمة، وإلا بمثلها أو قيمتها يوم قبضها ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها. لو نوضح هذه الجزئية دكتور. أي هو طبعا إذا كان الهدية باقية، يعني مثلا قدم مثلا خلنا نقول مثلا طقم ذهب
فهذه يعني تسترد الهدية كما هي إذا كان مما طبعاً أنه يستحق هذا الرجوع. أما إذا لم يكن يستحق هذا الرجوع أو أنه هذه الهدية مثلاً هي قامت بالتصرف بها مثلاً أهدتها لغيرها أو باعتها وأخذت ثمنها، فإنه يكون للخاطب الحق في استرداد هذا القيمة لهذا الثقب الذهب. خلنا نقول مثلاً في وقت الخطبة كان أو في وقت الإهداء كان قيمته مثلاً 20، في وقت المطالبة كان قيمته 14,000، هو يعطى في وقت الإهداء في هذه الحالة. طيب أيضا تكملة هذه المادة دكتور، يعني في حال يعني لا قدر الله الوفاة، إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا. صحيح صحيح، هو لا يسترد. احنا قلنا أن المنظم لهذا النظام جعل الأصل عدم استرداد هذه الهدايا، وهي الحقيقة أن الهدية لا تسترد في أصلها، لكن لأن هذه العلاقة علاقة خاصة وعلاقة أحيانا ينبني عليها أشياء، وأحيانا أيضا تكون الهدية ذات قيمة عالية جدا، فجاء المنظم في ترتيب هذا الأمر وجعله بهذه الصورة. لكن في حالة وفاة أحد الطرفين فلا يحق لورثة الطرف الآخر أن يطالب بأي شيء من هذه الهدية. طيب بالنسبة للمهر، وفي حال دكتور لو كانت الهدية هذه هي جزء من المهر، كيف يمكن حفظ هذا الأمر؟ حفظ هذا الأمر إذا كان جزء من المهر عندنا فيه حالتين. الحالة الأولى أن يكون العدول بسبب الزوج أو عفوا بسبب الخاطب، فإن كان العدول بسبب الخاطب أو العدول العدول من طرف الخاطب أو العدول من المخطوبة ولكن بسبب يعود إلى الخاطب، فإن المخطوبة لها حالتين في الأمر: إما أن ترد الذي قدم من المهر كمال مثلا يرد إلى الخاطب، أو يرد له ما تم الشراء به، يعني هي مخيرة. يعني مثلا إذا كان هذا الشراء متعلق بالزواج مثلا أنها اشترت ملابس للزواج، في العرف أن هذه الملابس للزواج، فهي بالخيار إما أن ترد المبلغ الذي دفعه وإما أن ترد هذه الملابس له. أيضا يعني طبعا إذا كان تفضل وضح إذا كان هذا العدول من طرف الخاطب أو العدول من طرف المخطوبة بس بسبب يعود إلى الخاطب، يكون عندها خيارين: إما أن ترد المال الذي دفعه أو ترد ما اشترت به بهذا المال إذا كان يتعلق بأمر الزواج عرفا. طيب كيف يمكن أيضا يعني دكتور قياس موضوع العرف، خصوصا في حالة أنه كانت الهدية مثلا هي جزء من المهر؟ هو الذي يقيس أو يضبط هذا الأمر الخبرة، فلأن كل بلد له أعرافه، كل قبيلة لها أعرافها، كل مجتمع لها أعرافها، فعند يعني عدم معرفة هذا لدى القضاء فإنه يعني يستعين بخبراء في هذا الباب، يمكن لهم أن يحددوا هل هذا يدخل في باب العرف أو لا يدخل. على كل حال الموضوع الذي لا يدخل في باب الذي يصير عليه الاختلاف أشياء قليلة جدا، الأشياء الكثيرة جدا هي معروفة لدى الناس. يعني مثلا الذهب يعرف لدى الناس جميعا أنه جزء من يعني المهر، الساعات الغالية جدا تعتبر أيضا من جزء من المهر، وهكذا يعني. بس أيضا يعني قد يكون هناك أعراف تختلف، لكن دائما دائرة الاختلاف على هذه النقطة تكون قليلة جدا. طيب في سؤال يعني قد يتبادل لذهن المشاهد دكتور اليوم، يعني إسقاط الحق عمن عدل عن الخطبة، كيف يمكن إثبات العدول هنا؟ يعني هل هناك طرق لإثباته أم يكون شفهيا وقد يكون هذا مثبتا له أمام المحكمة مثلا؟ اليوم النظام يعني نظام عندنا طبعا عندنا أنظمة يعني يعاضد بعضها بعضا، نظام الإثبات مثلا هو يعاضد هذا نظام الأحوال الشخصية، فعملية إثبات هذا الأمر عندنا اليوم الأشياء الإلكترونية، وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتس أب مثلا، والله أرسل رسالة بأنه عدم الرغبة في إتمام هذا الموضوع، أو هي أرسلت رسالة بعدم الرغبة في إتمام هذا الموضوع، أو ما يدل على هذا الأمر من قريب أو من بعيد، هذا جزء من الإثبات. كان قبل هذا
الأنظمة كان لا يعتد به ولا يقبل، واليوم صار معتدا به ومقبول، وفي الغالب أنه يحدد مثل هذه المسألة. يعني دكتور تطور كبير ولافت في الأنظمة التشريعية، يعني كما ذكرت أنت أن النظامين يعاضدان بعضهما البعض، نظام الإثبات مع نظام الأحوال الشخصية، وأيضا هناك أنظمة عديدة، وهناك ربما يعني مستقبلا نظام العقوبات الذي سيكون يعني وسيصدر إن شاء الله قريبا. فيعني هذه التطورات في الأنظمة اليوم كيف سهلت من حياة الناس برأيك دكتور؟ هي لا شك أنها تسهيل كبير جدا لحياة الناس، وأيضا وضوح للإنسان حتى يدخل في العلاقات مع الآخرين على وضوح، وأيضا يعرف ما له وما عليه، ويبقى بعد ذلك وقبله أن الإنسان يتحلى بالأخلاق الفاضلة. نعم. ويقدم حسن النية الذي عليه ويتنازع عن الذي له، ويقدم حسن النية دكتور أيضا. صحيح، لكن شكل الحياة الزوجية والعلاقة العقدية بين الزوجين، ونحن في مجتمع الله الحمد يعني يقدر العلاقة الزوجية، بل يعني رأينا كثير من الناس في حال الوفاق أو في حال عدم الوفاق كان هناك يعني أخلاق راقية في التعامل مع الطرف الآخر، سواء كان المخطوبة أو الخاطب، بالاعتذار بالهدية، بل بالعكس هناك ناس عندما يريدون ترك هذه العلاقة أو عدم الاستمرار فيها يقدم ما يثبت حسن نيته وأنه المسألة خارجة عن إرادته، وإنما هذا قضاء الله وقدره، وأحيانا عدم ارتياح يكون يعني في هذا. والبعض ربما يقدم هدية أو تعويض يعني تكرما منه، وهذا كثير يعني. صحيح. وأعرف قصص كثيرة جدا قام أصحابها يعني من شهامة ورجولة، وكذلك أيضا من النساء من كانت أيضا قدمت يعني يعني روائع جدا في هذا الباب، يعني يشكر الجميع عليها، وهذه جميل. حياة الحقيقة تستحق أنها تحترم وتقدر من بداية الخطبة أكيد. أو حصول أكيد بعد ذلك دكتور الموت أو الطلاق. حسين، إحنا نتمنى التوفيق إن شاء الله لكل المخطوبين، وأن الله يتمم لهم إن شاء الله بالزواج. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا المحامي الدكتور حسين العنقري، شكرا لك.